أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من لا يستطيع قيام آخر الليل ويستطيع المداومة على صلاة أول الليل، هل الأفضل له أن يداوم على أول الليل أو على آخره؟ العلماء قالوا من وثق من قيامه في آخر الليل هو أفضل، أما الذي لا يثق من قيامه فإنه يصلي من أول الليل. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يسهر على حفظ الحديث رضي الله عنه، ثم ينام متأخرا ولا يقوم آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.